هات سمعني يا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. افتح اول شيء 10 كلاسيك ترى، والحسين صار لي شهر ما ادري ايش قد اجمع بيهن يا ابو الحسين. شيء اذا ما طلع شيء اعزلها في 10 لاي الله بسرعه. يا الله براشوت عاوي وقع عدي هذا التمساح ما ادري عدي لا كل شيء عدي اكفر كل شيء عدي هسه شنو عدي 5 ذهبيه افتحن وقف خسوا هاي الحركة العضلات طيب سو غير يدوس ما يدوس شو يدوس عليك يا مدربي مدري شنها طلع على السيف مدري عدي لا والله وقف لا ما عندي وقف بعد ما ينزل خليه ينزل. شفته وين شفته؟ هاي صندوق واحد سبق عدي 4. الجنطة والله انا محتاج جنطة ما عندي جنط. يا الله صاير يتركك انا قبل لا افتح. فضة 50 طبعا هاي البنطلون مو بالشرجي بالا هسه شفته خل افتح ذن شو اسمه وين هاش اسمه؟ طب وين؟ المداد عندي شقد؟ عندي 9 مجانات واقدر افتح شو اسمه؟ خل افتح هسه واحد كفو ما ضربت انا اعرف حظي زربه الله هسه فتحت شقد 5 فتحت كل شي ما طلع بالامداد لا خلي افتح شنو فتح كلاسيك 10 خلاص ورقه ربع 23 وبعد عندي 4 مجانات وعندي ذن الفلوس اقدر افتح بيهم خلينا نفتح صندوق الجندي خلينا نفتح صندوق الجندي عن صندوقين ذهبية خل افتحهن اسكب مية زين يا رب 100 فضة اهم نعم والله هاي فضة كل شي ما طلع انا على ابوي ايش اللعبة سبقا عندي 10 عندي وات ما كنت حظ كل شيء ما طلع كل شيء ما طلع والله كل شيء ماكو
خربص قدام خرب انا خربص لين العب كمل بصندوق الامداد هاي صندوق الامداد راح افتك ايش ما يطالي شنو الحظ هاي كلها سكيب سكيب عسى اول شيء كله خرب خرب يلا انا عن امها ايش لعبه